في أمية كبيرة جدا على مستوى المشاعر. هل إحنا نحب؟ أي إحنا نحب، لكن عندنا قصور في التعبير عن هذا الحب. ما نعرف نقول، ما نعرف. فرصة الآن عندك يا أخي، عبر لي عن مشاعرك. بتقول ردة فعله ما أدري إيش، لا تنتظر ردة، أنت أصنع هذا الوعي، أصنع هذه الثقافة، أصنعها. يعني الآن تجي الواحد، واحد من ربعك يعطيك، يجيب لك غرض، فتقوم ترسل رسالة، رسالة عميقة كذا وفيها مشاعر، يعطيك العافية وبيض الله وجهك وأنا 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 وأنا. أنت الآن على الشاطئ ولا في العمق؟ أنت في العمق. طيب تدرون شو يرد هو؟ أنا أقول لكم قصة صارت، ويستشيرني هو زعلان من صاحبه، لأنك أنت في لحظة أنك تبوح بمشاعرك ولا تقدر، كنك تنجرح، يعني كنك تنجرح، مع أن المفترض عادي بوح بمشاعرك وانتهينا، ما في مشكلة، لا تنتظر الطرف الآخر، عوده، علمه، دربه، مين مشكلة، بعدين أنت تعرف تسبح ويعرف يبربس بس. فهو قاعد يقول الله يعطيك العافية، الله لا يخليني منك ووقوفك معي في حياتي، تدري وش رد عليه؟ آسف والله، أجلكم الله. يقول رد عليه، شوف 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 شوف، أنا كاتب له تحت كلت ابن. إي والله هذا رد، هذا قلت له تعال تعال أقول لك، ما يعرف يسبح. الإنسان عندما لا يعرف أن يسبح يتعامل مع مشاعرك بسخرية طقطقة، وإذا محترم مرة 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 أنت مرسل لك كذا رسالة، يرسل لك قلب مكسور ولا فيس في عيون. طيب أنا قاعد أكتب أسبوعين على طول، ليش كذا؟ لأنه ما يعرف يسبح، لأنه يستطيع أن يجاريك، لا يعرف. والتعبير عن الحب له أكثر من شكل، واحد من الأشكال للملامسة. يعني رح جرب، جرب أمسك يد أبوك ولا أخوك ولا أمك ولا أختك وامشوا، تلقى أصلا كل واحد ماسك وش منشد، وكل تفكيره لحظة اللي بيحاول يفك، أنا بفك قبله، أنا بتغدى قبل تعشاني، أنا سأرفضه قبل أن يرفضني، وشد حال تحالة. طيب مع أنه مع صديقة ولا هي مع صديقتها بديهم الثنتين عادي، طيب ليش هذا أخوك ولا أختك وأقرب الناس لك، ليش هذا الخوف؟ خوف من الرفض فيما يتعلق المشاعر بشكل غريب جدا، لأن احنا ما تعودنا أن نسبح في بحر المشاعر، ولذلك نعامل إما بالتجاهل أو بردة الفعل الباردة اللي هي فيس وانتهينا، أو التجاهل ما نرد، أو أجلكم الله كل تبن اللي هو السخرية، أو ولا عاد في نوع رابع شيفونيا. النوع الرابع واحدة كاتبة اسمها منى مرسلة في الجروب كلام جميل، أخواتها ورا بعض، منى اسم الله عليك لا تكون بتموتين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حالة تصيب الناس، أنك إذا صرت تعبر عن مشاعرك يحسونك بتموت، تخافون. إي والله لو صارت الجلسة حلوة قال الله مجعله خير. في شيء بيصير يعني، ليه؟ المسألة ما تعودنا، بس ما تعودنا، ولذلك احنا لا نورث الحب. البنت ما قد شافت أبوها يتعامل مع أمها بطريقة، وبالتالي ما تتعامل مع زوجها بهذه الطريقة، وما عاد نورث شيء، ونجوع عاطفيا فنقتات على موائد المادحين. ترى أي واحد يلعب علينا، أي واحد يقولنا كلمة حلوة، ما قد تعودنا، شيء مذهل يعني. لكن الممتلئ لا يمكن خلطه ولا يمكن رجه، الممتلئ لا يمكن خلطه، من يام ما تقدر تحط شيء، ولا يمكن رجه، ما يقدر أحد يلعب عليه، لأن أبوه وأمه مالينا مشاعر وحب ومعطينا كل اللي يبغى. فهي الفكرة أن العلاقات سطحية ولا عميقة. إحنا في علاقاتنا مع الوالدين كثير مننا المفترض يكون عندما أنا يعني أنا من عمر 25 وفوق بديت أعرف أبوي على يعني، صار صديقي، صار أبوي مرة طلع حبيب. شلون المعادلة كالتالي، إذا أنت على الحقائق، إذا أنت على الحقائق يعني أنا وأبو ضي مثلا أنا ما أعرفه، إذا ببني علاقة أولية أبدأ بإيش؟
ما اعرفه ما اعرفه. واحد جنبك في الطائره شو تسوي؟ اي شلون تعرف؟ سواليف البايخه هذه حقت والله مراتبهم حلوه والله حر ورا والله كذا. طيب وش هذه السواليف البايخه اللي هي القواسم المشتركه؟ ان نبحث عن قاسم مشترك جغرافي نتكلم فيه، الجو، المكان، الخدمه المقدمه، والله سريعين، والله زحمه، والله الكافي هذا حلو، والله ما شاء الله من متى هذا الكافي. انا توهقت تو يوم داخل هنا، دخل علي جزاه الله خير ما اعرفه، بس اضطريت شو اسوي؟ اجيب معلومه من المكان، ما شاء الله ايش الطراز هذا، هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا. حسيت اني ارتحت وكذا، كونت العلاقه الاوليه. طيب ابغى اعمق معه، ايش اسوي؟ انزل لمستوى الاراء، ابدا اسال عن اراءه ثم اتفاعل معها. طيب في الاراء يمكن يصير عكس رايي وبالتالي تنتهي العلاقه، ما اقدر اعمق معه. الذكاء الاجتماعي ايش اسوي؟ اجي ارمي طعم، اقول يقولون، بعدين اعطي الراي. تفاعل مع، اتفاعل، رفضه ارفضه فما يصطدم بي. الان انا بديت ادخل مع، اعمق العلاقه مع ابو ضيب على مستوى الاراء. الاب الام اذا تبغون تدخلون في تعميق علاقه، حتى لو ابوك اقشر وامك كذا عصبيه وما ادري ايش، شاورهم. والله شهر، بس شهر، كل اسبوع شاورهم مرتين وشوف مستوى العلاقه. شوف شيء غريب، ترى الشورى معناها انا اثق فيك، ترى الشورى معناها انا محتاجك، ترى الشورى معناها انت لك قيمه في حياتي، ترى لها معنى مو بسهل. يا اخي تروح انت المسؤول كبير كذا جالس وما ادري ايش، وتقول يقولك النظام ما يسمح، بس قل له طيب ابو محمد انت ايش رايك؟ شوف كيف يتغير، كيف يدلك على كيف تمشي الامور هذه. بس عشان قلت له حولت العلاقه من علاقة سطحية إلى عمقتها شوي، قلت إيش رأيك؟ بس أمسك ولدك وشاوره، شاري جوال جديد عطه ولدك، تقول بابا شلون نسوي كذا؟ ما شاء أوف ما شاء الله، وتفاعل معه. مو بشاوره وسفه رأيه، لا لا، شاوره وتفاعل مع رأيه. طيب تبي تعمق زيادة شو تسوي؟ اشتغل على الاهتمامات. أجمل جلسة تجلسها معي عندما تحدثني عن اهتماماتي وليس اهتماماتك. أن تحدثني عن اهتماماتك أنا بمل، لكن تسألني عن اهتماماتي أنا سأتفاعل وأتفجر يعني حماسة. تبغى تعمق، رح لأبوك شو اهتماماته اسأله، تفاعل معها. أمك شو اهتماماتها وتفاعل معها، أظهر إعجابك. تبغى تزود العلاقة، لا مش تفاعل في اللحظة هذه، لا، ورح وبعدين أرسل له رسالة خاصة عن إعجابك بشيء، جزئية معينة، أو تشتري أداة من الأدوات تساعده في اهتمامه، أو تعطي رابط أو مقطع فيديو عن اهتمامه، تعرف على ناس في نفس الاهتمام. أوه أنا عمقت العلاقة كذا. في قصة دائم أذكرها، قصة دورثي ديكسي الصحفية الأمريكية، لما أرادت أن تسأل أحد المساجين، قالت له أنت كيف استطعت، تهمته كان متزوج 233 امرأة في أمريكا، فسألته قالت أنت كيف استطعت أن تخدع 233 امرأة بالزواج؟ قال سؤالك غلط، أنا ما خدعتهم. قالت كيف أسأل؟ قال سأليني كيف استطعت أن تقنع وليس تخدع 233 امرأة بالزواج. قالت أوكي، كيف استطعت أن تقنع 233 امرأة بالزواج؟ قال كنت أحدث كل واحدة منهن عن نفسها واهتماماتها. نخطئ احنا اذا جينا ننشئ اي علاقه مع الاخر ان احنا نكلمه عن اهتماماتنا وعن انفسنا. نعم ممكن احنا نتكلم عن انفسنا، ممكن البنت لما تدخل شله جديده او الشاب اذا جاي يدخل شله جديده ايش يسوي؟ ايش يبغى من الشله الجديده؟ يبغاهم يلفظونه ولا يحبونه؟ يحبونه، ان يقبلونه. هو بيدخل شله جديده يبغاهم يتقبلونه. طيب يدخل بأدوات خاسرة، كيف؟ تجي البنت تاخذ أحسن شنطة وأحسن قصة وأحسن ميك أب وأحسن مدري إيش، هي تظن أنها إذا حصلت على الإعجاب حصلت على القبول. لا، الإعجاب يصنع عداوات. لما تدخل من أول ما تروح الله ياخذها شعرها حلو، لا
بس الله ياخذها، ما حبوها، لان تميزك يشعرني بنقصي، وانا ما احب اللي يشعرني بنقصي. لما تجي انت تتعلم تتكلم كلمتين انجليزي تبغانا نقبلك، احنا ما نحب كذا، احنا ما نحب كذا. ولذلك من يزرع الاعجاب لا يحصد الحب ابدا ابدا، لكن من يحبك سيعجبك. شوف الام، شوف نعال اولادها الصغير، يعني تتحب حبهن معجبه، وتراه ودائما نسمع كل فتاه بابيها لانها تحبه. الحب يصنع اعجاب، لكن الاعجاب لا يصنع حب. تفضلي. افصل. الإعجاب لا يصنع حب، ولذلك الإنسان يعجب بعدوه، يعجب بعدوه. ابن خلدون في مقولته الشهيرة أن المغلوب يتبع الغالب، أن المغلوب يتبع الغالب. فتجد أن الإعجاب ليس من لوازمه أن يحبك، لا، ممكن أكرهك لأنك مميزاتك شعرتني بالنقص، وأنا أكره اللي يشعرني بالنقص. لكن الذي يحبك يعجب بك. ولذلك أنا أراهن على الحب، ما أراهن على الإعجاب. فإذا أبغى أحد يعجب فيني أتكلم عن نفسي وعن منجزاتي، إذا أبغى يعجب فيني. إذا أبغى يحبني أتكلم عن نفسه هو ومنجزاته هو، وأشعره هو أنه عظيم في نفسه. هذه فلسفتها، وهي صعبة يا جماعة. صعب أنك تسمع للآخر شيء أنت ما تحبه ولا تفهم فيه، لا، وتتفاعل. صعب. قاعدة مهمة جدا 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 تقول: إذا كان الكلام مهارة، الكلام مهارة، كيف تتكلم وكيف 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 وكيف، إذا كان الكلام مهارة فالاستماع ماذا؟ مهارة؟ لا، وليس فن. إذا كان الكلام مهارة فإن الاستماع مروءة. ترى أدب الاستماع مروءة ليس مهارة. يجي واحد يقول أنا عندي ضعيف الاستماع، ضعيف الاستماع وما أدري إيش، وإذا جاء عند مديره ويقدم إجازة أحسن مستمع في العالم. أنا ما أستمع لولدي، أنت ما تحترم ولدك، ما تحترم احتياجات ولدك. أنا ما أعرف أستمع لأمي، أنت لا 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 تهمك أمك. إذا كانت تهمك أمك ستستمع لها، ستستمع لها. الاستماع مروءة، الاستماع حسن خلق. أي تفضل. طيب بس عشان أكمل جزئية تعميق العلاقة وارجع لسؤالك، بس معها مايك ما يخالف. طيب احنا قلنا أول شيء الحقائق، وبعدين الآراء، وبعدين الاهتمامات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يا أبا عمير ما فعل النغير، يكلم الطفل، يعلم، يسأل عن اهتماماته. بعد الاهتمامات تبغى تتعمق، تعمق في المشكلات، تفاعل مع مشكلاته. إذا تفاعلت مع مشكلاته أنت الآن أسرت قلبه. تفاعل مع مشكلة، وليست تتفه مشكلاته، وليست تعطي محاضرات يوم كنت في عمرك، لا، أنت لا تحترم جرحي ولا تقدم نصائح هنا. جرحي لا تبخ عليه، ملتهب لا تعالجه، لا لا لا، سكنه، لا تقدم نصائح هنا، تفاعل مع مشكلته فقط. وإذا أردت أن تعمق أكثر تفاعل مع طموحه، مع أهدافه، مع الأهداف. وذلك أعظم قصة حب في القرآن بين من ومن؟ بين يوسف، حسنتي، يعقوب ويوسف، بيضت عينيه. بدأت بماذا القصة؟ بحلم، بحلم. هل وصلت مرحلة أنك حتى أحلامك تقولها لأمك وأبوك؟ هذا سؤال. ولا صرنا نخفي كل شيء وما نعلمهم شيء، والعلاقة بس نبغى نخلصها. أنا ذكرت لكم أنا في عمر 25 علاقتي بأبوي جدا سطحية، جدا سطحية. لما اشتغلت في وظيفة هو في نفس الوظيفة صار عندنا نفس الاهتمام، وبديت أقابل أصدقاء أبوي، أوه اكتشفت أبوي خطير، يقولون نكت وسخة، أوف أبوي صار يسوي مقالب، أوب 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 أوب. بعدين جاني واحد من أصدقاء أبوي قال لأبوك شو أخبار الأصبع؟
قلت لا توهقني. قال ما عليك ما عليك. وروح أقول لأبوي ويتغير وجهه وينحرج، من اللي قال لك؟ قلت والله ما أعرف إيش معناها يبا. قال قل له أخبار الأذن وأصير نقال علوم وشي جميل. واكتشفت كذا أني صرت في الدائرة حقتهم، قهوة جي بس حلو أنا أجيب وأسوي. شفت أبوي الآن أقسم بجلال الله يا جماعة لا أجد أحد أقرب مني صديقا من أبي، قسما بالله. ما كذا زعلان يزعل علي ما جيت متأخر، يصور لي القهوة وينك؟ أبوي كبير ترى، أبوي فخر 70 يعني. ما أقول لك والله شاب لا، بس أزعم أني نجحت أني أكون أضيف في سجل صداقاتي واحد اسمه بدر حسيني. استطعت يا جماعة. ترى هو مشوار، لا تتوقع أنك بتروح تقول لأبوك اليوم تقول آه شخبار الأصبع وبيصير صديقك. لا لا لا، هو مشوار، هو مشوار مشوار. وترى الطرف الثاني يمكن ما يتقبلك، مو لأن أبوك سيء، أبوك ما يعرف، حتى ما يعرف، وده بس ما يعرف. مسكت اليد هذه بعدين صرنا خلاص نمسك يد بعض ونروح ونجي، وعادي جدا عادي جدا. يعني في واحد كويتي انحرق بيته، شب بيتهم حريق، وكانوا يا زوجته جوا، فدخل على زوجته ومسك يدها ويركضون، وهم يركضون زوجته تصيح وتضحك، تصيح وتضحك، تصيح وتضحك، وهو يجرجر فيها، وطلعوا برا وارتاحوا. مش فيك الهبلة؟ اذكر يلا يحسب انها انهبلت. قالت لا 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 لا، احنا لازم يحترق بيتنا عشان تمسك يدي؟ ايش الجفاف هذا يا معشر التماسيح؟ الوضع لازم قالت لازم يحترق بيتنا عشان تمسك يدي. طيب يعني الفكرة هو قضية في التعبير عن الحب، هو مشروع في تعاملك مع أبنائك، في تعاملك مع أمك أبوك مع أخوات، هو رحلة رحلة رحلة. تصبر عليها تصبر عليها تصبر عليها، والله ستزرع ثقافة. شفت أول ما تعطيهم مشاعر بيضحكون عليك، حلو، تذكر أنهم ما يعرفون يسبحون، بعدين يتجاهلون، حلو أفضل بدأت الآن، بعدين صار يرسل قلب ما عاد يسخر الآن، بدأ يتقبل، بعدين الله لا يخليني منك، بعدين سيبادلك نفس المشاعر وتزرع ثقافة في الحب بإذن الله تعالى. يا جماعة الحب ليس ثقافة مسلسلات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم، والله لن تؤمنوا حتى تحابوا. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل تؤمن باختلاف الشخصيات والمعتقدات الجديدة، خاصة المصطلح الجديد اللي دارج الآن اللي هو الشخصية النرجسية، وهل لازم نتقبلها كما فسرت في الإعلام وخلاص نؤمن إن هذه الشخصية كذا وإحنا ضحاياها ونسلم الأمر؟ واختلاف شخصيات كثيرة، منها الشخصيات السامة اللي ذكرت عرشت عليها كذا على السريع. هذا نعم. السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف تفك التعلق؟ يعني أنا مستشارة، أكثر حاجة أعانيها من النساء إنها اللي هو التعلق المرضي مع الزوج. نعم. هي لا تستمتع إلا بوجوده، سواء هذا الوجود كان ضار أو مفيد فقط. هذا السؤال. طيب الله يجزاكم خير. طيب السؤال بالنسبة للسؤال الأول، أنا شغلني السؤال الثاني، إيش كان الأول؟ أي شخصيات؟ نعم، هل يوجد شخصيات؟ نعم، لا شك لا شك لا شك. يعني أبو بكر رضي الله عنه لما تولى أمر خالدا، ولما تولى عمر رضي الله عنه عزل خالد وولى عبد الرحمن. يعلق ابن تيمية هنا يقول فولى اللين الشديد والشديد اللين. هذا نمط، هذا نمط، هذا نمط، هذا نمط طبيعي جدا. لكن القاعدة يا جماعة باختصار ما يتعلق بالأنماط، الأنماط مدارس وكذا كذا كذا كذا، القاعدة البسيطة جدا في التعامل مع الناس على اختلافهم هي تعرف على من أمامك، ثم عامله وفقا لهذه المعرفة. بس ترى بسيطة، تعرف على من أمامك ف
ثم عامله بناء على هذه المعرفة. احنا مشكلتنا ان احنا نجرب الجهاز ويحترق، احنا ما تعرفنا عليه. اقرأ كتيب التشغيل وبعدين شغله يدوم معك، يدوم الجهاز سنوات معك. فأنت الآن هذا النمط أيا كان اسم هذا النمط، تعرف على من أمامك ثم تعامل معه وفقا لهذه المعرفة. ما يحب المزح لا تمزح، ما يحب تتأخر عليه لا تتأخر عليه، ما يحب أحد يلومه لا تلومه. إذا تبغى العلاقة تدوم مرة أخرى، كل علاقة لها فاتورة. عندك استعداد تدفع اشتر العلاقة، ما عندك استعداد اتركه، اتركه حوله إلى معارف. إذن هل يوجد فروقات في الأنماط وكذا كذا؟ الجواب نعم، توجد فروقات في الأنماط ومراعاتها أدوم للعلاقة، أو خلنا نقول تجعل العلاقة أكثر أو أقل تصادما واحتكاكا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فكرة الترند هذه العلاقات السامة وما السامة وكذا، لا، هذا أول من سينكوي به هو من دعا إليه، لأن كل علاقة فيها أذى، كل علاقة فيها أذى، كل علاقة. بل أن أعمق العلاقات التي كانت في يوم ما مصدر متعتك ستكون في يوم ما مصدر ألمك، على الأقل عند رحيلها. إذا ماتت تفقد شيء كبير. ولذلك كان بعض العرب لا يعمق العلاقة خشية الفقد. يقول لا، ما أتحمل أنا أفقد واحد بهالحجم هذا، تدري لا تعطيها أكبر الحجمة، خلاص خله. فإحنا فكرة العلاقات، يعني الناس صارت تتداول مقولة عمر رضي الله عنه: اعتزل ما يؤذيك، وحولت ما إلى من، صارت اعتزل من يؤذيك، لن تجلس حتى مع نفسك، حتى مع نفسك كل الناس سيؤذونك. يؤذونك بماذا؟ بالمسؤولية. المسؤولية أذى، والأذى غير الضرر، هو أذى، يعني هو مسؤولية، هو كلفة. ولذلك الأصل أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذى. في مخالطة معناه في أذى، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذه الحالة، وكنا نتكلم أنا أبو ضيع عن هذه، عن فكرة الفردانية، أن الواحد خلاص أنا أي واحد يؤذيني بعتزل منه وأعتزل عنه وأتركه. لو إحنا أخذناها بالطراد، كل واحد سيؤذيك، أصلا كل واحد سيؤذيك، لأن تفسير كلمة الأذى صار وسيع جدا، لدرجة أن اللي خالفني في نوعية القهوة اللي باخذها يعكر مزاجي ويعطيني طاقة سلبية فتخلص منه، ما حد بيقعد معك. طيب وإذا ما قعد مع، إذا أنا اعتزلت هل أقدر أصير إنسان أعيش في عزلة؟ الجواب نعم، لكنك ستتآكل من الداخل. الإنسان اجتماعي بطبعه، والعزلة تؤذيه جدا. ثم أن العزلة التي يذهب بها الإنسان، وش من مضارها؟ في كلمة بديعة جدا للغزالي رحمة الله عليه، يتكلم عن الإنسان اللي دائم يجلس الحالة. طبعا اللي دائم يجلس الحالة، أول شيء لا يستطيع تهذيب سلوكه. إيش معنى تهذيب؟ الآن الشجرة لما تتركها تسقيها إيش يصير لها؟ تنمو، تطلع فروعها كذا. فإذا جيت أنت تخليها جميلة شو تسوي؟ تهذب، ففي تدخل خارجي. ولذلك تشوفون الطفل اللي ما عنده أخوان وأهله ما يروحون كثير مثلا، يعني ما يخلطونه مع ناس، ما يتهذب، ما يعرف حتى، ما يعرف يأكل وسط مجموعة، ويصير إنسان أناني، ما يعرف حدود الآخر، ما يعرف حدوده، ما يعرف. أحيانا الكبير بهذه الطريقة لما ينعزل، أول شيء لا يهذب سلوكه، ما حد يقول له أنت غلط، ما حد يقول له. اثنين، وهذه الخطيرة، لما يعتاد الإنسان العزلة وتصبح سلوكياته تلقائية، المفترض أنه إذا كان في عزلة لسبب ما، لغربة، لطبيعة عمل، أيا كان، يجب أن يتعامل في عزلته كما لو كان بين الناس، بمعنى أن يكون ذوق في ملابسه ولو كان لوحده، أن يجلس جلسة محترمة ولو كان لوحده، أن يأكل
بتهذيب ولو كان لوحده. ليه؟ يقول الغزالي، وهنا نرجع للغزالي، كلمة جميلة، يقول على الإنسان أن يمارس أن يتخذ حسن الخلق في عزلته حتى تكون سجية، لئلا تكون عند الناس كلفة، عشان ما يروح عند الناس يتصنع ويتعب. طيب أنا الآن متعود أجلس كما أريد وأنام وأقوم كما أريد، ما حد، ما في مسؤوليات، ما في مناسبات، ما في شيء، وآكل بالطريقة اللي أبغى، أخلط عباس على دواس على، أسوي اللي أبغى وآكل كما أبغى وألبس لبس مريح قبيح لكنه مريح، أسوي اللي أبغى. جيت عند الناس إيش يصير لهذا النظام؟ أحد أمرين، يا أصير زي كذا ويمجوني فما راح أصير زي كذا، إيش أسوي؟ أتكلف الجلسة وتكلف الأكل وتكلف الكلام، هذه الكلفة واعية ولا غير واعية؟ لا واعية، كلفة مرة، مركز على نفسي. فإذا انتهيت من أي اجتماع لو كان ساعة أكون مرهق، فأكره الاجتماعات، أكرهها لأنها هي شينة، لا لأنها مجهدة نفسيا، لأني أتصنع، فأنعزل أكثر، لأني في عزلتي أشغل حياتي على الطائر، على الطيار الإلكتروني، وألبس زي ما أبغى وأكل زي ما أبغى وأجلس زي ما أبغى. الغزالي يقول لا، حتى في عزلتك أنت راعي هذه الآداب، عشان إذا رحت هناك ما يكون في تكلف عند الاجتماع. فالعزلة سيئة نفسيا، سيئة، منهي عنها شرعا، الشيطان يتفرد في الإنسان في العزلة، أفكاره ما يقدر يهذبها، أفكاره لا تكون واضحة. يعني مثلا بعض الناس ينعزل بالقراءة مثلا، يقول أنا في خير، القراءة تصنع منك إنسان مثقف، والاجتماع بالناس يصنع منك إنسان واضح، للكلام اللي بتقوله لهم يبدأ يسألونك حتى تصبح الفكرة اللي فيها نتوءات، يكشطون هذه النتوءات يصبح كلامك واضح. بس قراءة كثيرة بدون لقاء مع الناس أفكارك كما هي صفحات الكتاب غير واضحة، تحتاج إلى شرح. مع الاجتماع تحسن معارفك، تحسن نفسيتك ومكانتك الاجتماعية وقدرك عندهم وقدرك عند نفسك، وكثير من الأشياء اللي ممكن الإنسان يحصدها. إذن أنماط الشخصية معرفتها مهمة، نعم مهمة، التعامل معها وفقا لما يصلح للناس، نعم، العزلة سيئة غاية في السوء، لا على مستوى الذنوب ولا على مستوى العيوب ولا على مستوى الترقي ولا على مستوى تزكية النفس ولا على مستوى الإنجاز ولا على مستوى المكانة الاجتماعية، كل هذا ليس من صالح الإنسان. نجي للتعلق، التعلق لن أجيب عليه لأنها حالات منزلة وصعب البت فيها، لكن سأقول ثلاثة أشياء. التعلق ثلاث أنواع، نوع مرضي منشأه احتياج نفسي، فقد في الطفولة، هذا يحتاج طبيب، أو عفوا معالج نفسي، ما يحتاج طبيب. إما أن يكون مرضيا وغصب على الواحد، وإما أن يكون غرضيا، التعلق واضح الغرض منه، أو يكون عرضيا كذا، يعني جت فجأة وحبيت فجأة وتروح من نفسها. فإحنا ما ندري هل هو مرضي وله أدوات تعامل، هل هو عرضي وله أدوات تعامل، هل هو غرضي وله أدوات تعامل، ويختلف في مدته كم لهم وشدته، ما مقدار هذه الشدة. هذه التركيبة كلها تعطينا حل مختلف لكل حالة، فما نقدر نتكلم بشكل عام. حتى لو جبنا مثال، لأن الطرف الآخر المتعلق به مو موجود، فما نقدر نسأله، ما نقدر نتأكد، ما نقدر نشوف المدة، ما يعني شوي مختلف الوضع، لكن بشكل عام باختصار. نعم، نأخذ سؤال آخر. لا بس إذا تعلم بشكل عام، التعلق مرض، شدة العلاقة مرض لا أجر فيها ولا عوض، سيئة وتقصر عمر العلاقة، وهي قاتل صامت للعلاقات. من أرادت وأراد أن يديم علاقة ويجعلها تستمر أكثر يقلل ويسطح أكثر، إذا كان عميق مرة يسطح أكثر عشان تدوم علاقته. يعني فرصة الآن عندك يا أخي، عبر لي عن مشاعرك،
بتقول ردة فعله ما أدري إيش، لا تنتظر ردة، أنت أصنع هذا الوعي، أصنع هذه الثقافة، أصنعها. يعني الآن أجمل جلسة تجلسها معي عندما تحدثني عن اهتماماتي وليس اهتماماتك. أن تحدثني عن اهتماماتك أنا بمل، لكن تسألني عن اهتماماتي أنا سأتفاعل وأتفجر يعني حماسة. تبغى تعمق أظهر إعجابك، تبغى تزود العلاقة لا، مش تفاعل في اللحظة هذه لا، ورح وبعدين أرسل له رسالة خاصة عن إعجابك بشيء جزئية معينة، أو تشتري أداة من الأدوات تساعده في اهتمامه، أو تعطي رابط أو مقطع فيديو عن اهتمامه، تعرف على ناس في نفس الاهتمام. أوه أنا عمقت العلاقة كذا. في قصة دائم أذكرها، قصة دورثي ديكسي الصحفية الأمريكية، لما أرادت أن تسأل أحد المساجين قالت له أنت كيف استطعت، تهمته كان متزوج 233 امرأة في أمريكا، فسألته قالت أنت كيف استطعت أن تخدع 233 امرأة بالزواج؟ قال سؤالك غلط، أنا ما خدعتهم. قالت كيف أسأل؟ قال سأليني كيف استطعت أن تقنع وليس تخدع 233 امرأة بالزواج؟ قالت أوكي، كيف استطعت أن تقنع 233 امرأة بالزواج؟ قال كنت أحدث كل واحدة منهن عن نفسها واهتماماتها. نخطئ إحنا إذا جينا ننشئ أي علاقة مع الآخر أن إحنا نكلم عن اهتماماتنا وعن أنفسنا. نعم ممكن إحنا نتكلم عن أنفسنا، ممكن البنت لما تدخل شلة جديدة أو الشاب إذا جاي يدخل شلة جديدة إيش يسوي؟ إيش يبغى من الشلة الجديدة؟ يبغاهم يلفظونه ولا يحبونه؟ يحبونه، أن يقبلونه. هو بيدخل شلة جديدة يبغاهم يتقبلونه. طيب يدخل بأدوات خاسرة، كيف؟ تجي البنت تأخذ أحسن شنطة وأحسن قصة وأحسن ميك أب وأحسن مدري إيش، هي تظن أنها إذا حصلت على الإعجاب حصلت على القبول. لا، الإعجاب يصنع عداوات. لما تدخل من أول ما تروح الله يأخذها شعرها حلو، بس الله يأخذها، ما حبوها، لأن تميزك يشعرني بنقصي وأنا ما أحب اللي يشعرني بنقصي. لما تجي أنت تتعالم تتكلم كلمتين إنجليزي تبغانا نقبلك، إحنا ما نحب كذا، إحنا ما نحب كذا. ولذلك من يزرع الإعجاب لا يحصد الحب أبدا أبدا، لكن من يحبك سيعجب بك. شوف الأم، شوف نعال أولادها الصغير، يعني تتحب حبهن معجبة وتراه، ودائما نسمع كل فتاة بأبيها لأنها تحبه. الحب يصنع إعجاب، لكن الإعجاب لا يصنع حب. تفضلي أفصل. الإعجاب لا يصنع حب، ولذلك الإنسان يعجب بعدوه، يعجب بعدوه. ابن خلدون في مقولته الشهيرة أن المغلوب يتبع الغالب، أن المغلوب يتبع الغالب. فتجد أن الإعجاب ليس من لوازمه أن يحبك، لا، ممكن أكرهك لأنك مميزاتك شعرتني بالنقص وأنا أكره اللي يشعرني بالنقص، لكن الذي يحبك يعجب بك. ولذلك أنا أراهن على الحب ما أراهن على الإعجاب. فإذا أبغى أحد يعجب فيني أتكلم عن نفسي وعن منجزاتي، إذا أبغى يعجب فيني، إذا أبغى يحبني أتكلم عن نفسه هو ومنجزاته هو وأشعره هو أنه عظيم في نفسه. هذه فلسفتها، وهي صعبة يا جماعة، صعب أنك تسمع للآخر شيء أنت ما تحبه ولا تفهم فيه لا وتتفاعل، صعب. قاعدة مهمة جدا 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 تقول إذا كان الكلام مهارة، الكلام مهارة، كيف تتكلم وكيف 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 وكيف، إذا كان الكلام مهارة فالاستماع ماذا؟ مهارة؟ لا، وليس فن. إذا كان الكلام مهارة فإن الاستماع مروءة. ترى أدب الاستماع مروءة ليس مهارة. يجي واحد يقول أنا عندي ضعيف في الاستماع، ضعيف في الاستماع وما أدري إيش، وإذا جاء عند مديره ويقدم إجازة أحسن مستمع في العالم. أنا ما أستمع لولدي، أنت ما تحترم ولدك، ما تحترم احتياجات ولدك.
أنا ما أعرف أستمع لأمي. أنت لا 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 تهمك أمك. إذا كانت تهمك أمك ستستمع لها. ستستمع لها. الاستماع مروءة، الاستماع حسن خلق. أي تفضل. طيب بس عشان أكمل جزئية تعميق العلاقة وأرجع لسؤالك. بس معها مايك ما يخالف. طيب إحنا قلنا أول شيء الحقائق، وبعدين الآراء، وبعدين الاهتمامات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يا أبا عمير ما فعل النغير، يكلم الطفل يعلم يسأل عن اهتماماته. بعد الاهتمامات تبغى تتعمق، تعمق في المشكلات، تفاعل مع مشكلاته. إذا تفاعلت مع مشكلاته أنت الآن أسرت قلبه. تفاعل مع مشكلة وليست تتفه مشكلاته، وليست تعطي محاضرات يوم كنت في عمرك. لا، أنت لا تحترم جرحي ولا تقدم نصائح. هنا جرحي لا تبخ عليه، ملتهب لا تعالجه، لا 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 سكنه، لا تقدم نصائح هنا. تفاعل مع مشكلته فقط. وإذا أردت أن تعمق أكثر تفاعل مع طموحه، مع أهدافه، مع الأهداف. وذلك أعظم قصة حب في القرآن بين من ومن؟ بين يوسف، حسنتي، يعقوب ويوسف. بيضت عيني. بدأت بماذا القصة؟ بحلم. بحلم. هل وصلت مرحلة أنك حتى أحلامك تقولها لأمك وأبوك؟ هذا سؤال. ولا صرنا نخفي كل شيء وما نعلمهم شيء، والعلاقة بس نبغى نخلصها. أنا ذكرت لكم أنا في عمر 25 علاقتي بأبوي جدا سطحية، جدا سطحية. لما اشتغلت في وظيفة هو في نفس الوظيفة صار عندنا نفس الاهتمام، وبديت أقابل أصدقاء أبوي. أوه اكتشفت أبوي خطير، يقولون نكت وسخة. أوف أبوي صار يسوي مقالب. أب 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 أب, أب. بعدين جاني واحد من أصدقاء أبوي قال قل لأبوك شو أخبار الأصبع؟ قلت لا توهقني. قال ما عليك ما عليك. وروح أقول لأبوي ويتغير وجهه وينحرج، من اللي قال لك؟ قلت والله ما أعرف شو معناها يبا. قال قل له شو أخبار الأذن؟ وأصير نقال علوم وشي جميل. واكتشفت كذا أني صرت في الدائرة حقتهم، قهوة جي بس حلو أنا أجيب وأسوي. شفت أبوي الآن أقسم بجلال الله يا جماعة لا أجد أحد أقرب مني صديقا من أبي، قسما بالله. ما كذا زعلان يزعل عليه ما جيت متأخر، يصوري القهوة وينك؟ أبوي كبير ترى، أبوي فخر 70 يعني. ما أقولك والله شاب لا، بس أزعم أني نجحت أني أكون أضيف في سجل صداقاتي واحد اسمه بدر حسيني. استطعت يا جماعة. ترى هو مشوار، لا تتوقع أنك بتروح تقول لأبوك اليوم تقول ها شخبار الأصبع وبيصير صديقك. لا لا لا، هو مشوار، هو مشوار مشوار. وترى الطرف الثاني يمكن ما يتقبلك، مو لأن أبوك سيء، أبوك ما يعرف، حتى ما يعرف، وده بس ما يعرف. مسكت اليد هذه بعدين صرنا خلاص نمسك يد بعض ونروح ونجي، وعادي جدا عادي جدا. يعني في واحد كويتي انحرق بيته، شب بيتهم حريق، وكانوا يا زوجته جوا، فدخل على زوجته ومسك يدها ويركضون، وهم يركضون زوجته تصيح وتضحك، تصيح وتضحك، تصيح وتضحك، وهو يجرجر فيها، وطلعوا برا وارتاحوا. مش فيك الهبلة؟ اذكر يلا حسبنا انهبلت. قالت لا 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 لا، احنا لازم يحترق بيتنا عشان تمسك يدي؟ ايش الجفاف هذا يا معشر التماسيح؟ الوضع لازم قالت لازم يحترق بيتنا عشان تمسك يدي. طيب يعني الفكرة هو قضية في التعبير عن الحب، هو مشروع في تعاملك مع أبنائك، في تعاملك مع أمك أبوك مع أخواتك. هو رحلة رحلة رحلة. تصبر عليها تصبر عليها تصبر عليها، والله ستزرع ثقافة. شفت أول ما تعطيهم مشاعر بيضحكون عليك، حلو، تذكر أنهم ما يعرفون يسبحون، بعدين يتجاهلون، حلو،
أفضل بدأت الآن. بعدين صار يرسل قلب ما عاد يسخر الآن بدأ يتقبل. بعدين الله لا يخليني منك. بعدين سيبادلك نفس المشاعر وتزرع ثقافة في الحب بإذن الله تعالى. يا جماعة الحب ليس ثقافة مسلسلات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم والله لن تؤمنوا حتى تحابوا. عندي سؤالين. السؤال الأول هل تؤمن باختلاف الشخصيات والمعتقدات الجديدة خاصة المصطلح الجديد اللي دارج الآن اللي هو الشخصية النرجسية، وهل لازم نتقبلها كما فسرت في الإعلام وخلاص نؤمن إن هذه الشخصية كذا وإحنا ضحاياها ونسلم الأمر، واختلاف شخصيات كثيرة منها الشخصيات السامة اللي ذكرت عرشت عليها كذا على السريع؟ هذا نعم. السؤال الأول. السؤال الثاني كيف تفك التعلق؟ يعني أنا مستشارة، أكثر حاجة أعانيها من النساء إنها اللي هو التعلق المرضي مع الزوج. نعم. هي لا تستمتع إلا بوجوده سواء هذا الوجود كان ضار أو مفيد فقط. هذا السؤال. طيب الله يجزاكم خير. طيب السؤال بالنسبة للسؤال الأول، أنا شغلني السؤال الثاني، إيش كان الأول؟ الشخصيات. نعم، هل يوجد شخصيات؟ نعم، لا شك. يعني أبو بكر رضي الله عنه لما تولى أمر خالدا، ولما تولى عمر رضي الله عنه عزل خالد وولى عبد الرحمن. يعلق ابن تيمية هنا يقول فولى اللين الشديد والشديد اللين. هذا نمط، هذا نمط، هذا نمط، هذا نمط طبيعي جدا. لكن القاعدة يا جماعة باختصار ما يتعلق بالأنماط، الأنماط مدارس وكذا كذا كذا كذا، القاعدة البسيطة جدا في التعامل مع الناس على اختلافهم هي تعرف على من أمامك ثم عامله وفقا لهذه المعرفة. بس ترى بسيطة، تعرف على من أمامك ثم عامله بناء على هذه المعرفة. احنا مشكلتنا ان احنا نجرب الجهاز ويحترق، احنا ما تعرفنا عليه. اقرأ كتيب التشغيل وبعدين شغله ويدوم معك، يدوم الجهاز سنوات معك. فانت الان هذا النمط ايا كان اسم هذا النمط، تعرف على من امامك ثم تعامل معه وفقا لهذه المعرفة. ما يحب المزح لا تمزح، ما يحب تتأخر عليه لا تتأخر عليه، ما يحب احد يلومه لا تلومه. اذا تبغى العلاقة تدوم مرة أخرى، كل علاقة لها فاتورة. عندك استعداد تدفع اشتري العلاقة، ما عندك استعداد اتركه حوله إلى معارف. إذن هل يوجد فروقات في الأنماط وكذا كذا؟ الجواب نعم، توجد فروقات في الأنماط ومراعاتها أدوم للعلاقة، أو خلنا نقول تجعل العلاقة أكثر أو أقل تصادما واحتكاكا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فكرة الترند هذه العلاقات السامة وما السامة وكذا، لا، هذا أول من سينكوي به هو من دعا إليه، لأن كل علاقة فيها أذى، كل علاقة فيها أذى، كل علاقة. بل أن أعمق العلاقات التي كانت في يوم ما مصدر متعتك ستكون في يوم ما مصدر ألمك، على الأقل عند رحيلها إذا ماتت تفقد شيء كبير. ولذلك كان بعض العرب لا يعمق العلاقة خشية الفقد. يقول لا، ما أتحمل أنا أفقد واحد بهالحجم هذا، تدري لا تعطيه أكبر حجمه، خلاص خله. فإحنا فكرة العلاقات، يعني الناس صارت تتداول مقولة عمر رضي الله عنه اعتزل ما يؤذيك، وحولت ما إلى من، صارت اعتزل من يؤذيك. لن تجلس حتى مع نفسك، حتى مع نفسك كل الناس سيؤذونك. يؤذونك بماذا؟ بالمسؤولية. المسؤولية أذى، والأذى غير الضرر، هو أذى، يعني هو مسؤولية، هو كلفة. ولذلك الأصل أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذى. في مخالطة معناه في أذى، خير من الذي لا يخالط الناس
ولا يصبر على أذاهم. هذه الحالة، وكنا نتكلم أنا أبو ضي عن هذه، عن فكرة الفردانية، أن الواحد خلاص أنا أي واحد يؤذيني بعتزل منه وأعتزل عنه وأتركه. لو إحنا أخذناها بالطراد كل واحد سيؤذيك، أصلاً كل واحد سيؤذيك، لأن تفسير كلمة الأذى صار وسيع جداً، لدرجة أن اللي خالفني في نوعية القهوة اللي باخذها يعكر مزاجي ويعطيني طاقة سلبية فتخلص منه، ما حد بيقعد معك. طيب وإذا ما قعد معه، إذا أنا اعتزلت هل أقدر أصير إنسان أعيش في عزلة؟ الجواب نعم، لكنك ستتآكل من الداخل. الإنسان اجتماعي بطبعه، والعزلة تؤذيه جدا. ثم أن العزلة التي يذهب بها الإنسان وش من مضارها؟ في كلمة بديعة جدا للغزالي رحمة الله عليه، يتكلم عن الإنسان اللي دائم يجلس الحالة. طبعا اللي دائم يجلس الحالة أول شيء لا يستطيع تهذيب سلوكه. إيش معنى تهذيب؟ الآن الشجرة لما تتركها تسقيها إيش يصير لها؟ تنمو، تطلع فروعها كذا. فإذا جيت أنت تخليها جميلة شو تسوي؟ تهذب، ففي تدخل خارجي. ولذلك تشوفون الطفل اللي ما عنده أخوان وأهله ما يروحون كثير مثلا، يعني ما يخلطونه مع ناس، ما يتهذب، ما يعرف حتى ما يعرف يأكل وسط مجموعة، ويصير إنسان أناني، ما يعرف حدود الآخر، ما يعرف حدوده، ما يعرف. أحيانا الكبير بهذه الطريقة لما ينعزل أول شيء لا يهذب سلوكه، ما حد يقول له أنت غلط، ما حد يقول له. اثنين، وهذه الخطيرة، لما يعتاد الإنسان العزلة وتصبح سلوكياته تلقائية، المفترض أنه إذا كان في عزلة لسبب ما، لغربة، لطبيعة عمل، أيا كان، يجب أن يتعامل في عزلته كما لو كان بين الناس، بمعنى أن يكون ذوق في ملابسه ولو كان لوحده، أن يجلس جلسة محترمة ولو كان لوحده، أن يأكل بتهذيب ولو كان لوحده. ليه؟ يقول الغزالي، وهنا نرجع الغزالي كلمة جميلة، يقول على الإنسان أن يمارس، أن يتخذ حسن الخلق في عزلته حتى تكون سجية، لئلا تكون عند الناس كلفة، عشان ما يروح عند الناس يتصنع ويتعب. طيب أنا الآن متعود أجلس كما أريد وأنام وأقوم كما أريد، ما حد، ما في مسؤوليات، ما في مناسبات، ما في شيء، وآكل بالطريقة اللي أبغى، أخلط عباس على دواس على، أسوي اللي أبغى وآكل كما أبغى، وألبس لبس مريح قبيح لكنه مريح، أسوي اللي أبغى. جيت عند الناس إيش يصير لهذا النظام؟ أحد أمرين، يا أصير زي كذا ويمجوني، فما راح أصير زي كذا، إيش أسوي؟ أتكلف الجلسة وتكلف الأكل وتكلف الكلام، هذه الكلفة واعية ولا غير واعية؟ لا واعية، كلفة مرة، مركز على نفسي. فإذا انتهيت من أي اجتماع لو كان ساعة أكون مرهق، فأكره الاجتماعات، أكرهها لأنها هي شينة، لا لأنها مجهدة نفسيا، لأني أتصنع، فأنعزل أكثر، لأني في عزلتي أشغل حياتي على الطائر، على الطيار الإلكتروني، وألبس زي ما أبغى وأكل زي ما أبغى وأجلس زي ما أبغى. الغزالي يقول لا، حتى في عزلتك أنت راعي هذه الآداب، عشان إذا رحت هناك ما يكون في تكلف عند الاجتماع. فالعزلة سيئة نفسيا، سيئة، منهي عنها شرعا، الشيطان يتفرد في الإنسان في العزلة، أفكاره ما يقدر يهذبها، أفكاره لا تكون واضحة. يعني مثلا بعض الناس ينعزل بالقراءة مثلا، يقول أنا في خير، القراءة تصنع منك إنسان مثقف، والاجتماع بالناس يصنع منك إنسان واضح، للكلام اللي بتقوله لهم يبدأ يسألونك حتى تصبح الفكرة اللي فيها نتوءات، يكشطون هذه النتوءات يصبح كلامك واضح. بس قراءة كثيرة بدون لقاء مع الناس أفكارك كما هي صفحات الكتاب غير واضحة، تحتاج إلى شرح.
مع الاجتماع تحسن معارفك، تحسن نفسيتك ومكانتك الاجتماعية وقدرك عندهم وقدرك عند نفسك، وكثير من الأشياء اللي ممكن الإنسان يحصدها. إذن أنماط الشخصية معرفتها مهمة، نعم مهمة. التعامل معها وفقا لما يصلح للناس، نعم. العزلة سيئة غاية في السوء، لا على مستوى الذنوب ولا على مستوى العيوب ولا على مستوى الترقي ولا على مستوى تزكية النفس ولا على مستوى الإنجاز ولا على مستوى المكانة الاجتماعية، كل هذا ليس من صالح الإنسان. نجي للتعلق. التعلق لن أجيب عليه لأنها حالات منزلة وصعب البت فيها، لكن سأقول ثلاثة أشياء. التعلق ثلاثة أنواع: نوع مرضي، مرضي منشأه احتياج نفسي، فقد في الطفولة، هذا يحتاج طبيب، أو عفوا معالج نفسي، ما يحتاج طبيب. إما أن يكون مرضيا وغصب على الواحد، وإما أن يكون غرضيا، التعلق واضح الغرض منه، أو يكون عرضيا كذا، يعني جت فجأة وحبيت فجأة وتروح من نفسها. فإحنا ما ندري هل هو مرضي وله أدوات تعامل، هل هو عرضي وله أدوات تعامل، هل هو غرضي وله أدوات تعامل، ويختلف في مدته كم لهم وشدته، ما مقدار هذه الشدة. هذه التركيبة كلها تعطينا حل مختلف لكل حالة، فما نقدر نتكلم بشكل عام. حتى لو جبنا مثال، لأن الطرف الآخر المتعلق به مو موجود، فما نقدر نسأله، ما نقدر نتأكد، ما نقدر نشوف المدة، ما يعني شوي مختلف الوضع، لكن بشكل عام باختصار. نعم، نأخذ سؤال آخر. لا بس إذا بشكل عام، التعلق مرض، شدة العلاقة مرض لا أجر فيها ولا عوض، سيئة وتقصر عمر العلاقة، وهي قاتل صامت للعلاقات. من أرادت وأراد أن يديم علاقة ويجعلها تستمر أكثر يقلل ويسطح أكثر، إذا كان عميق مرة يسطح أكثر عشان تدوم علاقته. يعني نأخذ سؤال آخر. السلام عليكم. سلام، حياك الله أستاذ ياسر. الله يحييك. أولا أنا أبغى أبوح بمشاعري، أنا والله أني أحبك في الله، ترى يا بربس ما أعرف ترى يا شيخ. الله يحييك. الله يحييك يرفع قدرك. عندي سؤال. سم. هل أستطيع أقوي علاقة اثنين، مو أنا شخصيا، يعني اثنين أصدقاء أو أخوان أو حاجة زي كده، بينهم مشكلة ولا ما بينهم؟ ما هي بينهم مشكلة مرة، لكن إذا بينهم مشكلة بالكذب وقد أباح لك الإسلام ذلك في إصلاح ذات البين، أن تنقل عن كل واحد يعني ما يسره عن الآخر، هذا يعني يصفي العلاقة. هل تستطيع؟ نعم تستطيع. أي نعم تستطيع. طيب مثلا طرق يا أستاذ. طيب خليني أعطيك تفاصيل. أنا ما أحب أعطي جواب، أود أعطي قواعد عامة، لأن الاستثناءات كل ينزلها على كيفه، بس القاعدة يأخذها بشكل عام. أول شيء عندنا إحنا كيف تتشكل المجموعات؟ المجموعة تتشكل، عندنا مجموعة أولية، مجموعة داعمة حاضنة تتقبلك بعيوبك وكل شيء مثل أسرتك وأنت صغير مثلا، ثم مجموعة ثانية ثانوية، مجموعة المدارس، ثم مجموعة ثالثة، مجموعات العمل، هذه مجموعات الزمالة والعمل تتشكل. أنت صديقي لأنك زميلي، ولو اخترته ما اخترتك أصلا لو كنت يعني، بس أنت من أقدار الله عز وجل. من مجموعة ثالثة، مجموعة الرابعة، مجموعة الاهتمامات. أن نشكل العلاقات بناء على الاهتمامات، فكلما كانت اهتماماتنا أكثر كانت علاقاتنا أوسع. العلاقة بين اثنين دائما يقولون كن نصيب ولا تكن، تعرفون المثل هذا، كن نصيب ولا تكن ابن عم. طيب ليش؟ طبعا مشكلة صار النصيب هو ولد العم أصلا. طيب
العرب بشكل عام في الصداقات، بشكل عام في الصداقات، الصداقات نوعين. ليش يقولون أقارب أقارب ومدري إيش، وتلقى الواحد أخوانه كثيرين بس يصادق أصدقاء غير أخوانه. دائما الصداقات اختيار والقرابة اضطرار. القرابة اضطرار. طيب أقوى العلاقات ما كانت بالاضطرار والاختيار. يعني عيال عمي واخترت منهم واحد، فالعلاقة بطبيعتها ابتداء اضطرار وأنا قويتها اختيار. جيد. فالآن العلاقة بين الاثنين هذه نسأل أنفسنا، هل هي اضطرار ولا اختيار ابتداء؟ فإن كانت اضطرار نجي عاد كيف نجعلها اختيار، وإن كانت اختيار ابتداء فالاختيار خلنا نقول صمغ يمتن هذه العلاقة بحيث أنها بحيث ما تنفصل. كل ما استطعنا أن نجعل نقاط التشابه بينهما كبيرة إحنا متنا العلاقة. التشابه في الأفكار، التشابه في الاهتمامات، التشابه في الأهداف، التشابه في القيم، التشابه في العلاقات المحيطة، إحنا متنا العلاقة. هذا وبالمناسبة أحد أهم أدوات تمتين العلاقة هو أن تشبه من أمامك، أن تشبه. يعني مثال، يعني لما تجلس أنت مع ناس وداخل أنت الرسمي وكلهم مفرعين، من الذكاء الاجتماعي ماذا تفعل؟ تشيل تفرع مثلهم، صح؟ لما تفرع إيش يحسون فيه؟ إيش نحس إحنا؟ يعني اختصرنا كثير من الرسمية بهذه الحركة. طيب وش هي هذه الحركة؟ إيش ممكن نسميها لو حطينا قاعدة؟ ها؟ الطيور على أشكالها. الشبه، الناس تحب من يشبهها، الناس تحب من يشبهها، وإحنا في متكى، صح؟ نعم. وذلك يقول الشافعي، يقول إيش المروءة في العلاقات؟ إيش المروءة؟ يقول وإذا مشيت وإذا ركبت على الدابة وكان غيرك ماشيا فمن المروءة أن مشيت كما مشى، تصير زيه. وإذا جلست وكان غيرك واقفا فمن المروءة أن وقفت وإن أبى. شوف بعض الناس يقول استريح. وإذا اتكأت وكان غيرك جالسا فمن المروءة أن تزيل المتكأ. أنا كيف أصير أشبهك؟ أنا في نوع من التواضع، في نوع فيها مسج كذا بتمتين العلاقة. فعندنا قضية أن احنا كيف هذا الاختيار نكثف من عملية التشابه بين هذا وهذا، على أساس أن تكون العلاقة يعني في نقاط اشتراك كثيرة يستطيعون يجرون حوارات فيها أيضا. وأنت لو تلاحظ أن ممكن الإنسان ما يكره أخوه، ما يكره أخوه، لكن ما يجلس معه. ولحظات الصمت، بالمناسبة ترى لحظات الصمت في العلاقة تثير المخاوف. لحظات الصمت في العلاقة تثير المخاوف. ولذلك احنا نجلس في الأسانسير، يدخلون الناس في الأسانسير يطلع أشكالنا بايخة، وحتى هم أشكالهم بايخة، كل ناظر كل شيء، لأن في لحظة صمت. أنت تجلس مع أخوك الكبير قرفان، وأحيانا خايف، وأحيانا يعني تسوي أي شيء بس عشان ما تكسر لحظة الصمت هذه، ما تبغى. طيب إيش مشكلة مع الأخ الكبير؟ أحيانا تكون مشكلتي مع الأخ الكبير أحد أمرين. واحد، أنه مو على جوي، اهتماماته غير اهتماماتي، ولذلك كل ما تباعدنا في التشابه ما قدرنا نتواصل. وإن كان أخوي ما له علاقة بالحب، لها علاقة بالارتياح. هذا واحد. اثنين، الأخ الكبير عادة هو مصدر اللوم. يمكن صغار كان هو دائم لي في نقطة مهمة يا جماعة. أنا لما أكون مع واحد
أعرف أنه يحبني مرة 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 وأنا أحبه، بس كل مرة يقابلني يسألني إيش سويت في دراستك، فأقول والله ها